اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو aquatips.com. بعد ما عملت بوست على الانستجرام الكتاب دوت اللي هو يعني كتاب بيتكلم على النقلات العصبيه او النور ترانسميترز زي السيروتونين والدوبامين الادرينالين النور ادرينالين الحاجات دي كلها، فكان في ناس عايزه فيديو عن الموضوع دوت وبالاخص عن السيروتونين، فده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل النهارده. ما تنساش طبعا سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. اول حاجه المفروض نقولها في الفيديو ان السيروتونين مش هرمون، مفيش حاجه اسمها هرمون السعاده، او ممكن يعني يبقى ده اسمه بس هو اصلا مش هرمون، هو ناقل عصبي. الفرق بين الناقلات العصبيه وبين الهرمونات بيكون بسيط جدا. الهرمونات بتنتقل عن طريق الدم وبتاخد وقت اطول علشان تؤدي الوظيفه بتاعتها، مش بتكون سريعه زي الناقلات العصبيه. الناقلات العصبيه بتنتقل اسرع بكتير عن طريق الجهاز العصبي وبتغير المود بتاعي او بتغير الكيمياء بتاعت مخي وبتاعت جسمي في ثواني على طول. ولو حد برضو عايز يعرف هي بتشتغل ازاي بالظبط، فالكتاب برضو كان شارحها بطريقه بسيطه جدا، بيقول ان هي عامله زي التشاينيز ويسبرز او اللي هو في طابور من الناس كل واحد بيوصل رساله للي وراه لغايه ما توصل للمكان اللي هي المفروض توصل له. بمعنى ان المخ بتاعي هو دوت اللي عايز يطلع الرساله ديت او البرين، فبيبتدي ان هو يوصلها عن طريق الناس ديت. الناس ديت اسمهم سينابسس، دول اللي من خلالهم بتنتقل الرساله او الناقل العصبي دوت لغايه ما يوصل للمكان بتاعه او للمستقبل بتاعه. كده الرساله بتكون وصلت بكل بساطه، والموضوع ده بيتم اسرع بكتير طبعا من الهرمونات. فان انا اعالج اي ناقل عصبي عندي سواء سيروتونين او غيره بيبقى ليه طرق كتيره جدا. ممكن ان انا احفز الانتاج بتاع السيروتونين، انا اخلي مخي ينتج اكتر او يعمل ريليزنج اكتر، يطلع سيروتونين اكتر، زي ادويه كتير وزي مخدرات كتير. في مخدرات كتير بتعمل كده زي الاكستاسي، لو حد جرب نوع المخدرات دوت بينبسط جدا جدا النهارده، بس للاسف انت بتبقى اخدت من السيروتونين بتاع بكره او من السيروتونين بتاع الاسبوع كله. يعني انت بتبقى طلعت كتير النهارده على حساب الايام اللي جايه، علشان كده بتبقى مبسوط جدا في ساعتها، وبعد كده تاني يوم بيبقى كآبه الدنيا كلها بتكون نازله عليك. ممكن احفز السيروتونين برضو بان انا انشط المستقبلات بتاعته فالمستقبلات تكون احسن. وفي طرق تانية ان انا الغي النقلات العصبية او اعمل بلوك للمستقبلات بتاعت النقلات العصبية اللي هي بتقلل من السيروتونين. اي نقل عصبي هيكون بيزود القلق او التوتر لما بلغيه، فساعتها السيروتونين اوتوماتيك هيكون اعلى. فطبعا كل حالة بتكون مختلفة، فما فيش حاجة بتنفع للناس كلها. ناخد دلوقتي ايه هي علامات نقص السيروتونين، او هو اصلا وظيفته ايه، يعني من خلال وظيفته هنعرف لو انا الموضوع دوت كان ناقص عندي ولا لا، فهتعرف من خلال الوظائف بتاعته. السيروتونين ليه دور كبير جدا في المود بتاعك او في الحاله النفسيه بتاعتك، ان حالتك النفسيه تكون احسن. ليه دور كبير جدا في التحكم في الشهيه بتاعتك، ان شهيتك تكون احسن ويكون برضو عندك تحكم عليها شويه. وليه دور كبير برضو في النوم، ان النوم بتاعك يكون احسن ويكون اعمق. وليه دور كبير برضو في عمليه الهضم بتاعك. فمن علامات نقص السيروتونين ان الهضم بتاعك بيكون بايظ، في وجع في بطنك كتير مثلا، المود بتاعك بيكون مضطرب، في توتر كتير وفي قلق كتير، في اكتئاب عموما، في حاله اكتئاب، الشهيه بتاعتك مش مظبوطه، سواء انت بتاكل اكتر من اللازم او سواء انت بتاكل اقل من اللازم. النوم بتاعك برضو بيكون اكيد بايظ. فكل ديت علامات ان السيروتونين بيكون قليل، او ان انت عندك مشكله ما مع السيروتونين، يا اما بتنتج قليل يا اما المستقبلات بتاعتك فيها مشكله يا اما اي حاجه من الحاجات دي. طيب لو هنتكلم على المكملات، ايه هي احسن مكملات ممكن تستعملها في الموضوع دوت؟ طبعا انا ما اقدرش اقول ادويه لان انا مش دكتور، والادويه كمان لازم تكون على حسب الحاله، يعني لازم الدكتور يحدد لك الدواء اللي انت هتاخده على حسب الحاله اللي عندك، وممكن يجرب معاك اكتر من حاجه لغايه ما يشوف ايه الحاجه اللي هي هتشتغل معاك. بس طبعا الادويه بتكون في الحالات اللي هي اكستريم، او الحالات اللي هي خلاص يعني ده هينتحر كمان شويه، فساعتها ده محتاج دواء باسرع وقت ممكن، حتى لو الدواء دوت كان ليه اثار جانبيه. في ادويه من الادويه دي بتجيب مثلا ضعف جنسي، ده من الاثار الجانبيه. في ادويه بتبوظ النوم، في ادويه بتعمل حاجات كتير، بس لو حد هيجيله ضعف جنسي احسن ما يروح ينتحر اكيد 100%. بعد كده بعد ما يبطل الدواء هيرجع زي الاول ان شاء الله. فكل حاله على حسب هي واصله لغايه فين. فخلينا دلوقتي نتكلم عن الاعشاب وتسيبنا من الادويه. الاعشاب بتبقى فعاله جدا في الحالات اللي هي متوسطه او الحالات اللي هي لسه في البدايه. اهم عشبه في الموضوع دوت اسمها سانت جونز فورت، ودي بتبقى ورده لونها اصفر كده، بتتزرع في اوروبا وبتتزرع في حوض البحر المتوسط عموما. ف
وفعلا عملوا عليها دراسات واثبتوا ان هي ممكن تكون فعاله قد البلاسيبو 3 مرات. يعني طبعا لما بيعملوا تجربه بيدوا للناس الماده اللي هم عايزين يعملوا عليها التجربه، وماده تانية ما بتعملش اي تاثير ولا ايجابي ولا سلبي، فاللي هي اللي اسمها بلاسيبو. فمقارنه بالبلاسيبو فالسان جونز فورت كانت اعلى بنسبه 3 مرات، بتكون كمان ليها نفس التاثير زي الادويه. بس طبعا الادويه زي ما اتكلمنا هي بيكون ليها اثار جانبيه، السان جون فورت بيكون ملهاش اثار جانبيه طبعا زي الادويه، وبتكون مؤثره بالظبط زي الادويه في الحالات اللي بتكون متوسطه اللي هي المايلد كيزز. من فوائد السان جون فورت برضو ان هي بتزود مش بس السيروتونين، دي بتزود الدوبامين وبتزود النورادرينالين، بس بيبقى تركيزها اكتر على السيروتونين. بس عموما لو الدوبامين زاد، لو النورادرينالين زاد، فانا بحس بتركيز اكتر، بحس بطاقه اكتر خلال اليوم ونشاط اكتر خلال اليوم، فدي برضو ميزه تانية. طيب ايه هي عيوب العشبه ديت؟ ليها عيبين مهمين جدا. اول حاجه ان انت مش هتعرف تتعرض للشمس براحتك. لما بتاخد العشبه ديت فدي بتزود حساسيه جسمك من الشمس، فهتلاقي نفسك ممكن يجيلك حروق في الجلد من الشمس اسرع من العادي، فدي حاجه لازم تخلي بالك منها. والحاجه الثانيه ان هي ممكن تتعارض مع بعض الادويه، مش شرط ان هي تكون ادويه يعني نفسيه او عشان تعلي السيروتونين وكده، بس في الادويه عموما ممكن تخلي مفعول الدواء اللي انت بتاخده اعلى من العادي او اقل من العادي، فبرضه لازم ديت حاجه تخلي بالك منها. لو انت بتاخد ادويه بلاش تاخد السانت جون فورت، وممكن تاخد البديل اللي احنا هنقول عليه دلوقتي. البديل الثاني او الحاجه الثانيه او العشبه الثانيه اسمها روديولا، روديولا روزي او الجولدن روت او الجزر الذهبي، كل ديت اسامي ليها. ديت بتتزرع اكتر في دول الاتحاد السوفيتي، في البلاد اللي هي بتكون برد شويه، وهي مشهورة جدا وبيستعملوها من زمان جدا في الدول ديت، في روسيا وفي كل دول الاتحاد السوفيتي ايام الحروب وايام ما يكون في فعلا توتر كتير وفي قلق كتير، فهي بتساعد بشكل كبير جدا جدا ان هي تقلل التوتر والقلق دوت وتحسن من الحالة النفسية بصورة كبيرة. كمان بتزود برضو الدوبامين والنورادرينالين اكتر كمان من السانت جونز فورت، و زائد ان هي كمان ملهاش اثار جانبيه على الادويه، ملهاش اثار جانبيه على التعرض للشمس او اي حاجه من ديت، فديت طبعا بتكون بديل احسن بكتير. لكن لو حد القلق عنده زياده والتوتر عنده زياده، السان جون فورت ممكن تنفع اكتر في الحاله ديت. لو حد الاكتئاب بتاعه كان مصاحب معاه كسل زياده، فساعتها ممكن الروديولا هي تكون انسب له شويه. بس طبعا قبل ما تستعمل السان جون فورت شوف الحاجتين اللي هما العيوب بتاعتها او الداون سايد بتاع العشبه ديت، خلي بالك منه. ميزه كمان في الروديولا ان هي ادابتوجين، ادابتوجين جايه من كلمه ادابتيشن يعني تاقلم، يعني انا لو الاسترس عندي كان عالي هي هتقلله، لو انا الطاقه بتاعتي هي اللي كانت قليله فساعتها هتعلي لي الطاقه بتاعتي شويه وتعلي لي النشاط بتاعي شويه. المكمل اللي بعده طبعا هيكون المغنيسيوم. مفيش فيديو يكون ليه علاقه بالنوم او بالاسترخاء او بالحاله النفسيه او اي حاجه من دي وما نتكلمش عن المغنيسيوم. المغنيسيوم من اهم الحاجات اللي هي بتساعد جسمي وتساعد عضلاتي على الاسترخاء، من اهم الحاجات اللي هي برضو بتقلل الالتهابات، ومن اهم الحاجات لانتاج السيروتونين. اتكلمنا قبل كده ان المغنيسيوم ليه دور ف 600 تفاعل كيميائي جوه جسمي او يمكن اكتر، في ناس بتقول 600 في ناس بتقول 800، يعني ليه دور في حاجات كتيرة بتحصل جوه جسمي، عمليات كتيرة بتحصل جوه جسمي، من ضمن العمليات ديت هي انتاج السيروتونين. طبعا بحتاج عشان انتج السيروتونين ده بحتاج مغنيسيوم، بحتاج بي 6، بحتاج حمض اميني اسمه تريبتوفان، كل دولت موجود بس من اهمهم هيكون المغنيسيوم. وبالمناسبة اي مكمل انا هقوله هتلاقوا الرابط بتاعه في الشرح، لو لقيت رابط ليه هتلاقوه في الشرح من اي هيرب او من اي موقع لو حد عايز يشتريه. المكمل اللي بعده او الحاجه اللي بعد كده هتكون الكركمين، اللي هي بتكون جايه من الكركم او التيومريك. الكركمين ده بيكون الماده الفعاله بتاعه الكركم، بياخدوا المستخرج دوت او بياخدوا الماده الفعاله ديت وبيخلوها مركزه اكتر، فبيكون افيد بكتير جدا من الكركم العادي في الحالات ديت. فالكركمين انا حاليا بستعمله عموما حلو جدا بالنسبه لتقليل الالتهابات وبالنسبه لسرعه الاستشفاء وبالنسبه للمود ان هو بيكون كويس. من اكتر الحاجات اللي بتاثر على المود برضه هي الالتهابات، وخاصه لو الالتهابات ديت كانت في المخ. دايما بيقولوا الديبريست برين او المخ اللي هو بيكون عنده اكتئاب او احباط او اي حاجه من دي بيكون انفليمد برين، بيكون مخ عنده التهابات كتير،
فكل ما بقلل الالتهابات كل ما المود بتاعي طبعا هيكون احسن واحسن. الكركمين كمان بيزود حاجه اسمها بي دي ان اف اللي هي برين درايفد نيوروتروفيك فاكتور. لو الاحماض الامينيه بتكون الاكل بتاع العضلات فالبي دي ان اف دوت الاكل بتاع المخ، او بتساعد الخلايا بتاعه المخ بتاعتي او البرين سيلز ان هي تنمو من تاني. فديت من اهم الحاجات للمخ. طبعا بتزيد مع الصيام المتقطع، مع التمارين اللي هي زي الهيت او الرياضه عموما، وبرضو الكركمين بيكون ليه دور كبير في الموضوع ده. المكمل اللي بعديه هيكون اسمه 5-HTP تريبتوفان، والمكمل دوت هو بيكون العملية الأخرانية لجسمي علشان يحول العناصر ديت للسيروتونين، فبسهل على جسمي إنتاج السيروتونين. دوت برضو بيكون حلو جدا، وبيكون حلو أثناء النوم، يعني بيساعدك إن أنت تروح في النوم اسرع كده. احنا خلصنا المكملات، عايزين نخش بقى في العادات. ما الموضوع مش مكملات وخلاص وهي هتعمل الشغل كله كده، انت بتعالج العرض، بس احنا عايزين نعالج بقى السبب. العادات هتكون اهم، فالعادات اللي انت المفروض تغيرها هتكون اهم من المكملات اللي انت المفروض تبدا فيها وتبدا تاخدها. المفروض ان انت تعمل الحاجتين مع بعض وبعد كده تحافظ على العادات ديت. من ضمن العادات اللي اتقالت في الكتاب، اول حاجه السنس اوف كنترول او بلانينج، ان انت تخطط لليوم بتاعك او تخطط لحياتك. بمجرد ما بتمسك ورقه وقلم وتكتب ايه هي الحاجات المهمه وايه هي الحاجات اللي انت المفروض تعملها، الدوبامين بتاعك بيعلى كتير جدا، واثناء وانت بتشتغل على الخطه ديت الدوبامين بيكون في اعلى المستويات بتاعته. بعد ما بتوصل للنتيجه اللي انت عايزها وبعد ما تنفذ الخطه بتاعتك وتوصل للهدف بتاعك، ساعتها الدوبامين بيبتدي ان هو ياخد جنب شويه، والسيروتونين بقى هو اللي ايه، هو اللي الارتفاع بتاعه بيكون ملحوظ اكتر بكتير. الحاجه اللي بعديها هي المديتيشن او التامل. ديت عكس كلمة ستريس، هي بالظبط بعكس كلمة ستريس وعكس كلمة التفكير الزايد، هو المديتيشن ان انا اقعد واحاول ان انا مش اقول ان انا ملغيش افكاري تماما، او مش هقول ان انا ما افكرش في اي حاجة، لان هو بيبقى مستحيل خاصة للناس اللي لسه هتبدأ الموضوع دوت، بس على الاقل ان انا اكون براقب افكاري. يعني انا ببقى قاعد في وضع مريح، مش لازم خالص تبقى مربع رجلك او تبقى واخد وضع اللوتس او اي حاجة من ديت، اي وضع انت هتكون مستريح فيه، وابدأ ان انت اتنفس تنفسات بطيئة من غير اي صوت، تنفسات هادية، تنفسات عميقة من الانف، شهيق زفير، وممكن تعد التنفسات بتاعتك. يعني ممكن مثلا كل شهيق بتاع 1 2 3 لغاية ما توصل لرقم 10، بعدين تعد تاني 1 2 3 لغاية ما توصل لرقم 10. بتعرف امتى ان انت سرحت؟ لما بعد 10 تعد 11 فتعرف ساعتها ان انت سرحت، فترجع التركيز بتاعك تاني للنفس. لو انت مركز على نفسك مخك مش هيروح في اماكن تانية، او مش هيسرح زي الاول، هيكون اقل بكتير جدا من الاول. فتمرين المديتيشن هو تمرين مش ان انت تلغي الافكار بتاعتك، بس ان انت الافكار بتاعتك تكون تحت السيطرة بتاعتك، او تكون تحت ملاحظتك، تكون بتلاحظها لما بتروح منك ترجعها تاني. والمديتيشن كمان ليه عموما فوائد صحية، مش بس فوائد ناحيه المود والسيروتونين والحاجات دي، بس هو ليه فوائد صحيه كتير، واثبتوا بالفعل بيزود الاكسجين اللي هو بيكون رايح للقلب، فبالتالي في اكسجين اكتر بيروح للعضلات بتاعتي، وفي عناصر غذائيه اكتر هتروح للعضلات بتاعتي والجسمي لما بحافظ على موضوع المديتيشن. الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن نتكلم فيها هي السوشيالايزنج او الاجتماعيات بالعربي، او يعني الاختلاط الاجتماعي، ان انا ما بقاش لوحدي. يعني حاول انت تختلط بناس اكتر من كده، لان من اول علامات الاكتئاب او من اول علامات ان انت هتبتدي تكتئب او هيجي لك المود بتاعك يكون مش تمام، ان انت بتبقى لوحدك اكتر، او العزله، يعني ان انت بتقعد لوحدك اكتر. مش غلط طبعا ان انت تقعد لوحدك، بس برضو لو الموضوع زياده عن حده فدوت هيجيب لك اكتئاب اسرع، فالاحسن ان انت برضو تكون بتختلط مع ناس اكتر، او تكون مركز على الموضوع سوشيالايزنج اكتر. الحاجه اللي بعديها هي السان لايت او ضوء الشمس، ان انت تتعرض للشمس. دوت الروشتة اللي هي بتحسن لك مش بس السيروتونين، بتحسن لك كل النقلات العصبيه وكل الساعه البيولوجيه اللي هي بتكون في جسمك، خاصه لما بتصحى بدري وتتعرض للشمس بدري وتنام بدري، فساعتها كل حاجه بتكون ماشيه في جسمك زي ما الكتاب بيقول، مفيش اي حاجه هتقل او اي حاجه هتنقص. الحاجه اللي بعد كده طبعا هتكون التمرين، مش محتاج ان احنا نقولها، مش محتاج اي افتكاسات، معروف ان التمرين كل ما بتمرن او كل ما بحافظ على التمرين بتاعي كل ما المود بتاعي بيكون احسن بكتير من العادي. ولما ببطل تمرين، لما حد بيكون رياضي وبيبطل تمرين، اول حاجه بيلاحظها مش ان جسمه بيكون بايظ او جسمه بيكون اوحش، بس اول حاجه فعلا بيلاحظها هو ان المود بتاعه بيكون 10 مرات اسوأ من العادي. ف
علاقة المود بالتمرين بتكون مهمة جدا جدا، لازم ألعب رياضة علشان المود بتاعي يكون أفضل. آخر حاجتين هنقول عليهم، أول حاجة هتكون النوم. احنا قلناها قبل كده ان انا لما بتعرض للشمس كده كده هعرف ان انا انام بدري بسهوله اكتر، وهعرف ان انا اصحى بدري. طالما حافظ برضو على موضوع النوم، ان الميلاتونين بتاعي او النقل العصبي اللي هو بيكون مسؤول عن النوم او هرمون النوم، لما بيكون بيتفرز من وقت اللي هو من الساعه 10 ل 12، الوقت ده من 10 ل 12 بالليل اكون انا اوريدي في السرير، ده بيكون احسن بكتير، بحيث ان انا الساعه 12 اكون نايم نوم عميق، ساعتها هعرف ان انا اصحى بدري اتعرض للشمس بتاعت بدري، والسايكل دي هتبتدي ان هي تتكرر تاني، النوم بتاعي يكون مظبوط، السيروتونين بتاعي يكون مظبوط، كل حاجه هتكون ماشيه زي ما انا عايز. الحاجه الاخرانيه برضو لو انصح بيها في الكتاب، ان انا ابعد عن الكحول. المشروبات الكحوليه بتعلي السيروتونين برضو جامد، بس على حساب بكره تاني يوم الموضوع بيكون نكد السنين، ما بيبقاش حلو خالص. بس فدي اخر نصيحه هو قالها. والفيديو بتاعنا بقى اللي جاي هيكون مركز على الكحول والجيم والتمرين والحاجات ديت كلها. اعملوا سبسكرايب وشغلوا جرس التنبيهات، ولو اي مكمل انا قلته احاول احط رب بتاعه في الشرح، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.